بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب جنونيكس، معكم عبد المجيب. اللي ما شاف الدرس اللي راح يشوفه، الدرس اللي تحت هنا، لأن درس اليوم ما باخذ تفاصيل كثيرة، بتكلم بسرعة. بدرس اليوم نشوف شلون نقدر نشفر مجلد كامل عن طريق التار والجي بي جي مع بعض. احيانا ما تبي تشفر المجلد، يكون دائم مشفر ومقفول، لكن حاب انك ترسل ملف مجلد او مجلد كامل ويكون المجلد هذا كله مشفر. طبعا الطريقه بديهيه، لو اقول لك اياها خلاص انت سويتها بدون ما اقول لك، ولكن في طريقه حلوه ممكن تسويها عن طريق الطرفيه بسرعه، وهي استخدام الامر تار، بحيث انك تضغط هذا المجلد تصفط مع بعض وتحفظه وتكون متشفره وترسله. طبعا مو بهذه طريقه تشفير المجلدات الدائمه، راح اتكلم عنها ان شاء الله بالدرس الجاي، ولكن خلونا نشفر اول شيء مجلد بسرعه ونشوف كيف نشفر. اول حاجه راح نستخدم التار. اوكي، طبعا التار انت لو انك حاب تاخذ اكثر معلومات عن مثلا الضغط والى اخره، ممكن تحط تار هيلب وتشوف طريقه الضغط وايش تعني الاوامر هذه اللي راح اتكلم عنها اليوم. طبعا اليوم انا بتكلم ما راح اتكلم بالتفصيل على التار، لكن التار يعني برنامج خاص بالضغط. عموما ايا كان، راح اشفر مجلد اسمه جي بي جي عندي. ماشي، اوكي اوكي، تدري انك تبي تشفر. طيب راح اكتب تار ثم زد، عفوا، تمام، زد بعدين سي في اف، اوكي، عشان ابغط المجلد كامل وكل محتويات هذا المجلد، ثم اعطيه اسم الملف الصادر بعد التشفير. تمام، فانا ملف الصادر بعد التشفير خلينا نسميه مثلا جي بي جي دوت تار دوت جي زد. اوكي اوكي، ايش حاب تشفر؟ حاب تشفر مجلد اسمه جي بي جي هذا، اوكي؟ طبعا كنت احط مسار مجلد كامل، كنت احط مثلا هوم عبد المجيب جي بي جي مثلا بالطريقه هذه، هذا راح اشفره. بعدين حط علامه الاند هذه، اوكي؟ ثم اكتب امر التشفير اللي هو جي بي جي وبعدين ناقص سي، هنا احط اسم الملف او مسار الملف، هذا هو الملف اللي راح اشفره، صح؟ اوكي؟ اذا راح اكتب جي بي جي دوت تار دوت جي زد، انتر، خلص، اعطانا النافذة هذه حقت اللي هو الباسورد، راح اعطيه باسورد جديد. اوكي، حفظنا الباسورد، الان صدر عندنا ملف بالاسم، اوريكم اياه شوي، الاس جي بي جي نجمة. تمام، زي ما انتم شايفين هذا الملف عبارة عن ملف مجلد، ملف مجلد عبارة عن مجلد الان مشفر. اوكي، جي بي جي، اوكي، زي ما انتم شايفين مجلد مشفر عن طريق هذا. طبعا معلومات اكثر عن التشفير شوفوها بالدرس اللي راح، لان درس اليوم تكلمت فقط عن التار وكيف ندمجه مع الجي بي جي. شوفوا ان شاء الله الدرس الجاي في امان الله.